هلو everyone, how are you؟ يا رب تكونوا كويسين طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة هنبدأ مع بعض منهج الترم الثاني منهج الانجليش من كتاب المعاصر. فضلا انزلوا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وبعتوا لينك الفيديو لأصحابكم عشان يستفادوا معاكم. يلا بقى نبدأ فيديو النهاردة. أول يونت عندنا في منهج الترم الثاني اللي هو يونت 7 اسمه This is where I live. This is معناها هذا أو هذه، where دي أداة وصل معناها المكان الذي، I أنا live يعيش، يبقى هو ده المكان اللي أنا بعيش فيه. This is where I live. Lesson 1 The Nile. عندنا هنا فوكاب جديدة، city city مدينة كبيرة، building building مبنى، village village قرية، forest forest غابة، desert desert صحراء، oasis oasis واحة، river river نهر، mountain mountain جبل، city building village forest desert oasis river mountain. نكمل. the Nile the Nile the أداة تعريف معناها ال، يبقى the Nile النيل، moon قمر، the longest الأطول، يبقى كلمة long معناها طويل، the longest الأطول، the shortest الأقصر، هنا ال s h بيتنطقوا شين shortest، the widest يعني الأعرض أو الأقصر اتساعا، human human إنسان، reptiles نقسمها كده reptiles reptiles معناها زواحف، planet planet كوكب، quiz quiz اختبار قصير، capital capital عاصمة، the world العالم، population population سكان، branch branch فرع أو غصن شجرة، turtle turtle سلحفة، crocodile crocodile تمساح، home ممكن تيجي بمعنى منزل. كلمة موطن معناها المكان اللي بنعيش فيه. تصريف الأفعال. الأفعال عندنا نوعين، regular verb و irregular verb. regular verb فعل منتظم يعني بحط في آخر الفعل دي أو إي دي أو آي إي دي وبقى كده جبت الماضي بتاعه. عندنا مثلا كلمة play أو الفعل play معناه يلعب. عايز أقول لعبة تبقى إيه؟ played، يبقى حطيت له في الآخر إي دي. تمام؟ طب يعني إيه irregular verb؟ يعني فعل غير منتظم، شكل الفعل بيتغير. تمام؟ مثلا كلمة eat يأكل الماضي بتاعها ate أكلة. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف الأفعال اللي عندنا. تمام؟ travel travel يسافر أو ينتقل، traveled traveled. guess يخمن، يخمن يعني بيفكر في حاجة، أو أقول مثلا أنا بخمن إن كذا هيحصل. تمام؟ guessed guessed. live live يعيش، lived lived. تمام؟ دول معروفين بنحط لهم إي دي في آخر الفعل. طيب تعالوا بقى عند دول، دول حفظ. no no يعرف، الكي هنا silent. new new. do do يفعل، did did فعل. عندنا هنا important expressions and prepositions يعني تعبيرات وحروف جر هامة.
the center of the earth. كلمة earth معناها الأرض، center اللي هو إيه؟ مركز أو منتصف، يبقى the center of the earth مركز الأرض. travel to، travel to ينتقل إلى. that's like، that's like هذا يعادل معناها يساوي. تمام، يبقى كلمة هذا يعادل معناها يساوي. عندنا هنا بقى أسئلة. question number one، look and write one sentence، عاوزين جملة واحدة من البيكتشر اللي قدامنا. تمام، number one هنا أنا هنا شايفة إيه؟ شايفة صحراء، وإحنا لسه واخدين كلمة desert معناها صحراء، يبقى أقول I، أنا كان أستطيع سي، يبقى I can see أستطيع أن أرى a desert صحراء، بس كده. طيب number two، هنا أنا شايفة قرية. طيب تيجوا مثلا نقول قريتي جميلة أو نظيفة، إحنا واخدين قبل كده كلمة beautiful، واخدين قبل كده برضو كلمة clean، يبقى هقول my village، القرية بتاعتي لازم أقول is اللي هي إيه؟ تكون. ممكن أكتب beautiful، ممكن أكتب clean، أو my village is beautiful and clean، يعني نظيفة وإيه؟ وجميلة. تمام؟ question number two، look unscramble and write. السؤال ده هو جايب لي الكلمة والحروف بتاعتها متلخبطة، وأنا هعمل إيه؟ هرتبها. عندنا أول كلمة دي كلمة oasis، oasis. number two river، river. number three forest، forest. listen read and learn، استمع اقرأ وتعلم. البوكس بتاع number one مكتوب فيه the Nile is، يعني النهر يكون the longest river. احنا خدنا كلمة longest معناها ايه؟ اطول. longest river اطول نهر. in the world، كلمة world معناها العالم، يبقى نهر النيل هو اطول نهر في العالم. number two بيقول the Nile is، يعني نهر النيل يكون طوله بقى قد ايه؟ 6000، يعني 6670، يعني 6670 كيلو متر لونج، يعني طوله 6670 كيلو متر. that's like يعني هذا يعادل أو يساوي traveling السفر to the center of the earth، يعني بيقول إن ده بيعادل السفر لإيه؟ لمركز الأرض. number three the Nile has، has معناها يملك أو عنده، has و have يملك أو عنده. تمام؟ طيب بيقول هنا إيه؟ the Nile has يملك two branches in Egypt، يعني نهر النيل ليه فرعين أو يملك فرعين في مصر. number four the Nile is home، يعني نهر النيل هو موطن for different kinds of fish birds and turtles. كلمة turtles معناها سلاحف، birds الطيور، fish السمك. وعلى فكرة كلمة fish مش بتتجمع، يعني كلمة fish هنا جاي على أساس أنها كلمة أسماك، وبرضو المفرد بتاعها fish. تمام؟ يبقى هنا بيقول نهر النيل موطن لأنواع مختلفة من الفش اللي هي الأسماك، birds الطيور، turtles السلاحف. one of the planet's largest reptiles، يعني بيقول في أحد أكبر الزواحف على كوكب الأرض. إيه هو بقى؟ the Nile crocodile اللي هو إيه؟ تمساح النيل. lives in it، يعني بيعيش في أكبر أو أحد أكبر الزواحف على كوكب الأرض. number five this river is the Nile، يعني هذا هو نهر النيل. كده lesson one خلص، وده general exercise اللي احنا أخدناه. question number one choose the correct answer from A, B or C.
نمبر 1 بيقول the Nile has، يعني نهر النيل يملك او له نقط branches. قلنا كلمة branch معناها فرع، يبقى ليه كام فرع في مصر in Egypt؟ 3 2 4، هي كانت 2، يبقى ليه فرعين. نمبر 2 the Nile اللي هو نهر النيل is home mountain for different kinds، لأنواع كتير من of fish birds and السمك والطيور، وإيه تاني؟ cats horses turtles، هي turtles السلاحف. Number 3 we can not throw the Nile by boats، كلمة throw معناها من خلال أو عبر، يبقى نحن نستطيع بنعمل ايه من خلال نهر النيل؟ باي بوتس اللي هم ايه؟ المراكب. ووك يمشي، ترافل يسافر، ميك يصنع، هتكون ترافل. احنا بنقدر نسافر من خلال نهر النيل بايه؟ بالمراكب او القوارب. تمام. نمبر 4 there are، يوجد many people نقط near، كلمة near معناها بالقرب. The Nile هتكون giving يعني يعطي، feeding يطعم، living يعيش، هتكون ايه؟ living. يبقى يوجد الكثير من الناس عاملين ايه؟ بيعيشوا قريب من نهر النيل. Number 5 The Nile نقط lives in the Nile، هتكون ايه؟ fox ثعلب، جيرف زرافة، كروكودايل تمساح، يبقى كروكودايل. Question number 2 read and complete the text. تعالوا نقرا الاول الكلمات اللي عندنا. shortest اقصر، important مهم، earth الارض، longest الاطول. تعالوا بقى نشوف القطعة دي او الباسج دي بتتكلم عن ايه. farmers grow crops، كلمة crops معناها محاصيل. near the river يعني بيقول الفلاحين بيزرعوا المحاصيل جنب ايه؟ نهر النيل. the Nile is the نقط river in the world، احنا قلنا ان هو ايه؟ اطول نهر في العالم، يبقى longest. it's 6,670 kilometers long، that's like traveling to the، يبقى بيقول ده بيعادل السفر لإيه؟ to the center of the earth، بيعادل السفر لإيه؟ لمركز الأرض. it's very not for people's lives important، بيقول إن هو مهم جدا للناس. We must keep the river Nile clean، يبقى نحن يجب ان احنا نحافظ على النهر يكون ايه؟ clean نظيف. Question number 3 read and match A with B. تعالوا بقى نقرا. number 1 بيقول the Nile is the، يعني نهر النيل يكون، هتكون C longest river، اطول نهر. تمام. number 2 the Nile has، يملك، احنا كنا واخدينها يملك ايه؟ two branches، يبقى two branches in Egypt، عنده فرعين في مصر. number 3 can you guess how long، كلمة guess معناها يخمن، فهنا بيقول هل تستطيع ان تخمن طول، هيكون بقى طول ايه؟ the Nile crocodile is number 3. number 4 the Nile is home، يعني نهر النيل موطن لإيه؟ for different kinds of fish birds and turtles. number 5 one the Nile crocodile، يعني بيقول أحد أكبر الزواحف اللي موجودة هي إيه؟ الكروكودايل. تمام. طيب تعالوا نشوف question number 4 reorder the words to make correct sentences، يعني عاوزين نكون الجمل اللي قدامنا. number 1 هو بيقول لنا نبدأ بكلمة
the Nile نهر النيل ماله يكون اللي هو verb to be the Nile is يكون ايه بقى the longest river يعني أطول نهر تمام number two people الناس مالهم بيعيشوا يبقى people live near بالقرب the Nile يعني جنب نهر النيل number three there يوجد بس لازم يجي بعدها يا إما is أو are طيب هنا بيقول إيه there are يوجد للجمع there are different kinds يعني أنواع مختلفة of fish أنواع مختلفة من إيه من السمك Question number five. Write a paragraph of four sentences. عاوزين أربع جمل وهو هنا جايب لنا كلمات استرشادية ممكن نستخدمها في الجمل بتاعتنا. طيب هنا عايز يتكلم عن the Nile اللي هو إيه؟ النيل. أول جملة إحنا واخدينها واخدين إن نهر النيل هو أطول نهر في العالم. يبقى the Nile نهر النيل ماله؟ is يكون the longest river in the world. The Nile is 6,670 kilo meters long يبقى كده طوله 6,670 كيلو متر هنا عايزنا نستخدم كمان two branches يبقى هنقول ان هو ليه فرعين في مصر يبقى the Nile has يملك او عنده او له two branches in Egypt في مصر full stop تعالوا كمان نقول ان هو موطن لانواع كتير من السمك والطيور وايه كمان والترتلز the Nile is home for يعني لأجل different kinds يعني أنواع مختلفة of fish birds and turtles Lesson 2 Social Studies Listen and repeat عندنا هنا vocab جديدة نركز بقى مع بعض climate مناخ temperature درجة الحرارة adapting تكيف كلمة adapt معناها يتكيف يعني يتأقلم على حاجة معينة أقول مثلا أنا بتأقلم على الجو اللي أنا فيه تمام يبقى دي معناها adapting temperate climate مناخ معتدل fertile soil تربة خصبة كلمة خصبة معناها تصلح للزراعة crops محاصيل environment بيئة هنا الحرف ال N ده silent nutrients يبقى nutrients عناصر غذائية تمام تاني مع بعض climate temperature adapting temperate climate fertile soil crops environment nutrients
نكمل. human human بشر أو إنسان. inuit people inuit people اللي هو شعب الإنويت اللي هم الإسكيمو. bedouin people bedouin people البدو. البدو دول اللي هم بيعيشوا في الصحراء. tongue tongue لسان. neighbors neighbors جيران. trash trash قمامة. polar polar قطبي. Africa Africa قارة أفريقيا. Arctic regions Arctic regions مناطق القطب الشمالي. Freezer Freezer مجمد. Degree Degree درجة مئوية. Weather طقس. التي والإتش هنا بيتنطقوا زال. Friendly friendly ودود أو اجتماعي. كلمة friend صديق. friendly ودود. farmland farmland أرض زراعية. pipes pipes مواسير. neighbor neighbor جار. عندنا هنا adjectives يعني صفات. word opposite يعني الكلمة والعكس بتاعها. كلمة tall tall طويل. short short قصير. هنا ال A دي هننطقها عاملة زي حرف ال O لأن لما بيجي حرف ال A بعده double L بننطقه عامل زي ال O زي مثلا كلمة ball كورة. هنا ال S H بتنطقشين يبقى tall short. high ال G وال H هنا silent. high عالي أو مرتفع. low منخفض. early مبكرا يعني الصبح بدري. late متأخر. early late. cold cold بارد. hot hot ساخن. big big كبير في الحجم. small small صغير. تصريف الأفعال قلنا عندنا regular verb و irregular verb. live يعيش lived. look ينظر looked. transport ينقل transported. need يحتاج needed. help يساعد helped. boil يغلي boiled. هنا irregular verb اللي هو ايه الغير منتظم قلنا دول بيكونوا حفظ. learn يتعلم ليها اتنين ماضي learned و learned. ممكن احط لها t ممكن احط لها ed الاتنين صح. grow ينمو grew grow grew. burn يحرق burned او burnt برضو هنا d وهنا t. eat يأكل ate اكل. hurt يجرح هي هي كلمة hurt. sell يبيع sold. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. learn to learn to يتعلم أن. only around only around يعني فقط حوالي. good at good at جيد في. very easily very easily يعني بسهولة جدا. كلمة easily بسهولة. كلمة easy سهل. adapting to live in adapting to live in يتكيف ليعيش فيه. too cold too cold يعني بارد أكثر من اللازم يعني زيادة عن اللزوم. too small too small. anywhere anywhere أي مكان. هنا عندنا language functions بيقول بنستخدم to بمعنى جدا وبيجي بعدها adjective صفة. هنا مثلا بقول the truck is too big. the truck is too big يعني الشاحنة تكون كبيرة جدا. the food is too hot. the food is too hot يعني الأكل سخن جدا. عندنا هنا جزء reading. look listen and read. why do we live where we do.
هنا بيقول humans can live almost anywhere، يعني كلمة human احنا قلنا معناها بشر، يعني بيقولوا البشر يستطيعوا أن يعيشوا تقريبا في أي مكان. but لكن we often احنا أحيانا look for نبحث عن three things ثلاث أشياء. يبقى ايه هما الثلاث أشياء اللي احنا بندور عليهم؟ climate water and soil، يعني المناخ والمية والتربة. تمام؟ people like a، يعني الناس بيحبوا ايه بقى؟ temperate climate اللي هو ايه؟ المناخ المعتدل. somewhere that's not too hot and not too cold، يعني ان هو ما يكونش ولا حر جدا ولا ساقع جدا. number one بيقول we need water، احنا بنحتاج المية. نحتاج المية بقى ليه؟ to لكي drink and to help our crops grow. على فكرة to بيجي بعدها الفعل في المصدر infinitive. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني بدون اي اضافات. يعني مثلا اقول to play، صح ينفع اقول to please؟ لا غلط. تمام؟ يبقى we need water to drink and to help our crops grow، يبقى احنا بنحتاج المية علشان نشرب وكمان نساعد المحاصيل بتاعتنا ان هي ايه؟ تكبر وتنمو. بوكس نمبر 2 we need fertile soil، احنا بنحتاج تربة خصبة. so the crops have lots of nutrients، يعني فيها قيمة غذائية. نمبر 3 these three things often come together، يعني الثلاث حاجات دول احيانا بيكونوا مع بعض. places with water usually have fertile soil and a temperate climate، يعني بيقول الاماكن places الاماكن with water اللي فيها مية usually have fertile soil، يعني بيكون فيها تربة خصبة and a temperate climate ومناخ معتدل. تعالوا نكمل. as humans we are very good at، يعني البشرية أو البشر كويسين جدا في إيه؟ adapting to live in the environment around us، يعني هم بارعين جدا أو شاطرين جدا في إن هم يتكيفوا مع البيئة اللي إيه؟ حواليهم. humans can learn to، يعني يقدروا يتعلموا to live in the most difficult environments on earth، يعني يقدروا يتعلموا ان هم يعيشوا في اصعب البيئات على وجه الارض. مثلا بيقول inuit people live in the arctic regions، يعني اللي هو شعب الانويت بيعيشوا في مناطق القطب الشمالي. طبعا احنا عارفين ان هي ساقعه جدا. where يعني المكان الذي temperatures can be around، بتوصل لحد سالب 40 درجة minus 40 degrees. a freezer is only around minus 18 degrees، يعني بيقول هنا ان الفريزر بيوصل لسالب 18. تخيلوا هما بيعيشوا في المكان ده سالب 40 درجة. bedouin people اللي هما الناس اللي هما البدو live in the desert، بيعيشوا في الصحراء. where the temperatures can be around 50 degrees، يعني بيعيشوا في الصحراء المكان اللي ممكن يكون فيه درجة الحرارة 50. تخيلوا الجو عامل ازاي، بقى حر قوي كده. lesson 2 خلص، وده general exercise اللي احنا اخدناه. question number 1 read and complete. sun شمس، fertile اللي هو التربة الخصبة، temperate، nutrients، people need water to drink and help our crops grow، يعني الناس بيحتاجوا المية علشان يشربوا كمان يساعدوا الكروبس اللي هي المحاصيل بتاعتهم تكبر وتنمو. we need نقط soil، هنكون محتاجين ايه؟ fertile soil، محتاجين تربة خصبة. so the crops have lots of نقط فيها ايه؟ قيمة غذائية، nutrients، people like a نقط climate، بيحبوا ايه؟
temperate climate درجة الحرارة المعتدلة. Somewhere that's not too hot and not too cold يعني الجو مش بيبقى حر قوي ولا ساقع قوي. Question number 2, read and match A with B. Number 1, Inuit people الناس اللي هم شعب الانويت مالهم؟ هتكون C. Live in the Arctic regions بيعيشوا في القطب الشمالي. Number 2, Bedouin people اللي هم الناس البدو live in the desert بيعيشوا في الصحراء. Number 3, humans are good at يعني شاطرين في ايه او جيدين في ايه؟ adapting to live in the environment يعني في التكيف مع البيئة، يبقى دي number 3. Number 4, we need fertile soil for the crops، يبقى دي number 4. Number 5, he likes the cold and hot weather. يبقى number 5 هنوصلها بـ E. He adapts very easily. يعني هو بيتكيف بكل سهولة. تمام؟ Question number 3, reorder the words to make correct sentences. عاوزين نكون جملة مفيدة. تمام؟ Number 1, تعالوا نرتب بقى الكلمات دي. Bedouin people اللي هم الناس البدو بيعيشوا، دي number 3. In the desert بيعيشوا في الصحراء. Number 2, the coffee القهوة مالها؟ is too hot يعني سخنة جدا. Number 3, too cold ice cream يعني الايس كريم السائع قوي hurts بيؤلم my teeth بيوجع اسناني. Question number 4, choose the correct answer from A, B or C. Number 1, people like a not climate too cold temperate too hot. هتكون temperate اللي هي درجة الحرارة تبقى ايه؟ معتدلة. Number 2, places with water usually have يعني الأماكن اللي بيكون فيها مية نقط soil بيبقى فيها ايه؟ تربة ايه؟ تربة خصبة. هتكون poor، كلمة poor معناها فقير، ولا fertile ولا dry، كلمة dry معناها جاف، يبقى fertile soil أرض خصبة أو تربة خصبة. Number 3, I can't drink that tea. أنا مش قادر أشرب الشاي ده. It's not hot. هتكون too ولا too ولا many. Too دي معناها لكي. أقول مثلا to learn لكي يتعلم، to play لكي يلعب، لكن too جدا. Number 4, farmers sell their not in the market. Farmers اللي هم الفلاحين sell بيبيعوا ايه بقى في الماركت؟ crops clothes toys. كلمة toys معناها ألعاب، clothes ملابس، crops محاصيل، يبقى هم بيبيعوا المحاصيل. Number 5, when it's too hot يعني لما بيكون الجو حر جدا I drink not water. أنا بشرب مية ايه؟ wonderful معناها رائع، delicious لذيذ، cold بارد يبقى أنا بشرب مية ساقعة أو مية باردة. Question number 5, write a paragraph of 3 sentences. عاوزين 3 جمل بس بيقول إيه؟ about 18 words حوالي 18 كلمة. طيب هو هنا جايب لنا الموضوع عن different environments يعني البيئات المختلفة. جايب لنا هنا Arctic regions polar climate desert adapt. علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم احنا هنقوله مع بعض oral وهتلاقوه اصلا مكتوب في نهاية الكتاب. تمام؟ ممكن نقول مثلا humans can learn to يعني بيقدروا يتعلموا. بيتعلموا ايه بقى؟ live in the most difficult environments around us يعني يقدروا يتعلموا ان هم يعيشوا في أصعب البيئات.
تمام. طيب ممكن بقى نروح قايلين عن ال Inuit people ان هم بيعيشوا في ال Arctic regions. Inuit people live بيعيشوا in the Arctic regions. تالت جملة هنتكلم عن البدو، يبقى Bedouin people live in the desert، بيعيشوا في ايه؟ في الصحراء. ممكن كمان نستخدم كلمة adapt اللي هي يتكيف، ونقول ان احنا نقدر نتكيف مع اي بيئة نعيش فيها. تمام. Blanket weight، اول حاجة لازم يكون اول حرف capital، يبقى هنا ال I لازم تكون capital. دي it is، تمام. فهو هنا ما كتبش الابوستروفي بتاعت اختصار is، يبقى it's a great environment، يبقى انها بيئة عظيمة، في الاخر نحط فول ستوب لان دي جملة عادية. كده احنا شرحنا lesson 1 و 2. استنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل بقية اليونت. تمام. ذاكروا كويس، واللي عنده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وباذن الله هرد عليه. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. باي باي.